الاهلي وانبي والحالات التحكيميه، ودايما بيشرفنا وبينورنا الحكم الدوري السابق كابتن سمير عثمان. اهلا بيك كابتن. اهلا وسهلا كابتن، ازي حضرتك عامل ايه؟ كله تمام نورك الحمد لله. ايه عندك ايه؟ عندي ان انا وانت لعبنا الماتش ده كتير مع بعض يعني حوالي 4 أو 5 مرات يعني. ازيك يا كابتن عامل ايه؟ ازيك يا كابتن؟ الحمد لله نور الدنيا، ربنا يخليك يا كابتن. كلنا بقى شفت الماتش ازاي والحكم. هو بدايه طبعا طقم الحكام اللي ابتدى بمحمد معروف ومحمد طلب، حكم السيناوي الجميل محمد ده معروف. الدكتور معروف. اوكي. دكتور معروف بيمثل سينا كلها طبعا. انت عارف معروف او اكرامي دول من سينا، وكرايم قبلهم كانوا بيلعبوا ماتش اي مباراه كرايم. سينا كلها كرايم محمد كرايم سينا كلها بتستناه ومعاهم برضو اكرام طبعًا. سالم، فما بيصدقوا بسرعه، ده بيبقى سفير لسينا. خلي بالك انا محسوب عليهم والله. اه طبعا انا اهلي مراتي عرايشيه فمحسوب سيناوي. لا ده كده سيناوي سيناوي بصراحه. اه طبعا يعني كلنا نتشرف بيهم بصراحه طبعا. ربنا يوفقهم يا رب ان شاء الله طبعًا. فكان معنا معروف الحكم الدولي، معاه طلب محمد طلب الحكم الدولي، وعبد الفتاح عريش، وحسام الجلاد، وسعيد حمزه. النهارده بنسبه كبيره جدا احنا ما حسيناش بيهم النهارده في المباراه. معظم الفاولات محمد معروف كان متواجد فيها قريب منها قوي من وجهه نظره، حسب كور سليمه كتيره جدا كانت صح. في بعض الحالات ما احنا برضو جبنا الحاجات الايجابيه وبعض الحاجات اللي ممكن تتحسن بعد كده. بالنسبه للمساعدين ما شفناش مشاكل خالص، غير ممكن في كوره بس فيها شك تسلل كانت على النادي الاهلي، برضو هنشوفها. واهم ما يهمنا بقى في اصل القصه دي كلها ان ما فيش خطا من الحكم او طاقم الحكام اثر نتيجه المباراه. تمام. فاعتقد الحمد لله طاقم الحكام النهارده نجح، واللي ساعد نجاح النهارده برضو طاقم الحكام الهدف اللي جه بدري. الهدف اللي جه بدري برضو لاحد الفرقتين النهارده كان النادي الاهلي، برضو ايه بيهدي برضو جزء من المباراه. يعني قبل ما نروح لحالات يا كابتن سمير، محمد معروف من الحكام اللي هم عزاز قوي في الانذارات، دايما بيدي اللعيب يعني فرصه واثنين وثلاثه لغايه لما يشهر له الكارت الاصفر. دي حاجه صحيه ولا شايفها ازاي؟ بص هنا تيجي تحت بند انا من وجهه نظري، ده انا اداره المباراه. تمام. لان اي حكم في الدنيا هيحكم قانون بس، هيحكم قانون بس، وانا الكلام ده مسؤول عنه بنسبه 100%. مفيش مباراه في العالم هتستكمل في اداره المباراه. تمام. بس في اطار روح القانون. تمام. كابتن ميدو مواد القانون 17 ماده، فيها ماده اهم ماده اللي هي ماده رقم 18 اللي هي روح القانون. روح القانون دي عشان انت تقدر تتكلم فيها لازم ناس عندهم خبرات كتيره، مش مهم يكونوا لعبوا كاس عالم بس بيبقى عندهم خبرات كتيره بتفيد قوي للناس يعني. تمام. يلا نروح لحالات المباراه فضل. اللي اختارها الكابتن سمير عثمان مع حضرتك. يلا. بص دي قدام حضرتك يا كابتن سمير. اوكي. دي في بدايه المباراه كانت في الدقيقه 3. طبعا ده خطا محمد احتسبه، كان ممكن هنا محمد يدي انذار بسبب التهور، لان يعني دي مش اهمال. يعني بص هو ده داخل ازاي، دي طبعا ده مش اهمال، ده تهور. كان ممكن محمد يدي كارت اصفر فيها انذار للاعب، بس هنا محمد اكتفى بالتحذير. انا مش بعاتبه في كره زي دي، بس ليه؟ هو عارف ايه لسه الماتش في قدامه كتير. تمام. ده خلاص وجهه نظره كاداره للمباراه. كاداره، انما لو قانون لازم انذار. الكره دي بالظبط دي بالظبط دي تهور. تمام. لازم انذار. انما محمد هنا خدها، وبرده روح القانون لازم اللي يستخدمها بحرص جدا. بالظبط. حرص بالزبط. جدا بالظبط بالظبط. هو هنا محمد لو شافها بنسبه كبيره لازم طبعا بيفيها انذار، بس هو كاداره للمباراه خلاص هو عارف هيعمل ايه بعد كده. تمام تمام. دي كانت اول حاله في الدقيقه 3. بعد كده الحالة التانية فاول طبعا سليم. انا جبت الفاول ده بالرغم انه سهل، بس انا جايبه عشان الموقع بتاع محمد قريب قوي من الكرة. تلاقي اول ما حسب الفاول خلاص ما اللعيب التاني مش هيتكلم، لانه عارف انه عمل ايه، وهو يعني مركز فيها محمد في الكرة دي. هو جنب اللعبة بالظبط. بالظبط. انا جايبه عشان موقف الحكم من مكانه للكرة. هي برضه فاول واضح طبعا، في دفع بالجسم وبالايد. يلا. بعد كده الكره دي فيها تسلل. تمام. احنا لو نتفرج على اول كره دي نقول فيها تسلل، بس لما نتفرج عليها بهدوء شويه اهو اللعيب بيلعبها، في واحد جاي من موقف سليم 10 على 10. برافو عليه برافو عليه محمد طلب. طبعا هنا 10 على 10، اللعيب اللي كان في موقف تسلل نزل استلم الكره 10 على 10. تمام. تسلل يعني هايل من محمد طلب. بعد كده بقى الكره دي يا كابتن كره جميله جدا،
الحكم الكوره يحس بيها. حكم الكوره يحس بيها تحت الفرصه بالظبط. تحت الفرصه بتبقى جميله جدا، والحكم بيبقى يتمنى في كوره زي دي لو تختم مثلا بهدف، بغض النظر طبعا مين اللي هيجيب الهدف، انما تحت الفرصه لما الحكم بيلاقي فيه خطا بس ما يحسبوش. ليه مش بيحسبوا يا كابتن؟ عشان بيبقى ان شايف فيه كوره بعدها ممكن الفرقه تستفيد بيها اكتر. دي اللي كانت فيها شك، دي بقى فيها التسلل طبعا من طلب. بص هنا، بص هنا نتفرج يا كابتن، هتلاقي فيه اخر مدافع اللي هناك خالص، اللي هناك خالص ليفت باك اللي هناك ده هو مغطي. هتلاقي هو بص، بص هو بقى اول ما الكوره بتطلع، لا نرجع كمان، نرجع كمان، بص هنا مفيش حتى تسلل خالص، يعني اللي يستلم الكوره ده مش متسلل، لان في ليفت باك هناك هو طلع الكوره سنه سنه كده لو سمحت. خلاص كده مفيش، خلاص كده طبعا ده نكمل اللعب، بس مفيش توفيق من طلب. طلب من حكام المساعدين الرائعين على المستوى الافريقي قوي، كره عاديه. انا استغربت لان الكره دي كانت رايحه جون، كره هي دي بقى تحت الفرصه دي اللي رائعه اللي محمد معروف ما رضاش يصفر عليها. يعني في عقب الايد وعقب الرجل وهو استمر اللعب. ليه استمر اللعب؟ هتلاقي فيه هجمه واعده جيده لصالح الفريق اللي اتعمل عليه المخالفه. وكمان احمد فتحي كمان من النوع اللي ساعد الحكم، اللي هو فضل يعني محافظ على كرته لغايه لما بص بص يا كابتن بالزبط. يعني ساعد الحكم كمان ان هو يكمل الهجمه وما يديش لاعب انذار بالظبط. يعني دي كلها استفاده، لان انت كل تدخلاتك في الصفاره كل ما توقف الماتش دي بتضيع متعه الكوره، انما هو استمر لا بالظبط. وبصراحه الواحد وهو بيحكم كان بيتبسط قوي اما يلاقي في لعيبه كده. تمام. بص طبعا ده هنا في خطا وكوره. بص المسافه اللي بين محمد واللعيب يعني طبعا رائعه. هو ليه بعد ما طلع الانذار ما اشاروش يا كابتن سامي؟ محمد هو الوحيد اللي عارف النقطه دي وما عملهاش. تمام. بس هو المفروض طبعا لازم فيها كارت انذار. ليه كده؟ ليه كده؟ والدليل على كده، والدليل على كده محمد معروف كان ناوي يدي الانذار، حتى ايديه راحت هو خلاص يتكلم. خلاص بص خلاص حط ايده ما تفكش ولا ايه؟ لا بص هو محمد برده من اللعيبه اللي ليها مستقبل، من حكام ليبيا ليهم مستقبل رائع جدا. طالما انت خدت قرار وناوي تدي فيه انذار خلاص لازم، لان هي دي فيها انذار. ليه كده معروف؟ لا بس تمام حاجه عاديه يعني الحمد لله ما فيهاش مشكله. هتلاقي اللي بعدها بقى هو ده اللي انا بقوله. خلاص بقى مفيش بقى، هذا اللي انا بقوله. خلاص بقى ده ماسكه ثلاث مرات بالظبط. ما دي اللي انا بقولها لحضرتك كابتن، دي ايه ده الاداره بقى. بس هو طبعا ليه طبعا في انذار، حتى لو في 15 انذار لازم تديه في المباراه. طب انا استاذنك يا جمال، ممكن ترجع لنا اللقطه بتاعه الانذار المفروض كان يديه؟ بس مش هو نفس محمد معروف. لا انا لا اللقطه اللي قبل كده، الحاله اللي قبل كده. هو ممكن الحكم يا كابتن سمير لو انا مثلا، لو انت بتحكم لي مثلا في كوره وشفت المدافع عمل معايا فاول لازم انذار، قلت لك يا كابتن سمير بقى ما تدي له انذار، ممكن يعني انت يعني انا فهمت قصد حضرتك. لان بص انت هنا بتتكلم ان وليد سليمان ممكن يكون استفز الحكم اما اداله انذار. بالظبط. يعني اول ما وليد هيقوم هيقول له يدي له انذار. هو هنا هيبص له في لقطه ثانيه بيقول له ادي له انذار. ممكن بس لو الحكم معانا دي يبقى هنا ده غلط. ليه؟ لان انت في خطا يعني ما حسبتوش. ادي غلطه الاولانيه ما تعنتش بقى في الثاني. فدي ممكن تبقى استفزاز شيء، بس ده شيء طبيعي من اللعيب ان هو مغبوط في الكوره. بس هو كاجمالي عمل ماتش رائع. لا هايل. لا حكم خلي بالك عنده كمان محمد عنده ميزه كمان البادي لانجوج، لغه تحدث بالجسم رائعه. طبعا انت مش لازم على طول انت تستخدم بقى بالكارت او بالصفار، لا التحدث بلغه الجسم طبعا مهمه جدا طبعا. ودي بصراحه محمد بيبقى متالق فيها. تمام. ودي الحاله اللي استحق، دي الحاله الوحيده. بص محمد يعني يبقى كانه بيلعب ثالث لعيب وراهم. بص هيروح لويد، هيروح لويد بص هيقول له بقى استنى انا بدي لك هنا حقك. هو ما شاء الله عليه كمان، وكمان ممكن يكون راجع من اصابه حاجه كده لانه حاطط لازقه في رجليه، لكن خلي بالك المباراه لان كل اللعيبه دلوقتي كمان يا كابتن خايفين، كلهم بيبصوا على كاس العالم. بالظبط 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 بالظبط. طبعا مسافه رائعه يعني ما يفرقش حوالي 3 4 يارده من الخطا. راح ادى الانذار، بس هنا بس انا عاوز من محمد اما يدي الكارت لازم يبقى اللعيب شايفه. احنا هنا لو بصينا هتلاقيه هو مديله الكارت بظهره. هو طبعا مركز مع وليد. خلي بالك ان هو اللعيب عارف كمان انه عمل ايه يعني. ايوه بالظبط. هتلاقي اول ما الكارت طلع الحكم اللعيب مش هيبص لمعروف عشان عارف ان معروف اكيد هدي له انذار. يعني هنا بص هنا يفضل الكارت لازم يبقى مواجه. تمام. لازم يبقى مواجه. تمام. معلش ابننا برضه يا كابتن سمير ابننا. لا انا خلي بالك محمد ده متحيز له على طول يعني. متحيز له عن حق. اكيد اكيد طبعا. اكيد طبعا انا عارفه. دي كان في بدايه الشوط الثاني. بص يا كابتن هنا. بس هنا مش باينه.
دي بدايه الشوط الثاني مظبوط. دي بدايه الشوط الثاني. بص وليد سليمان دي كره فنيه دفع بسيطه، حتى الكاميرا ما عدتهاش. حتى الكاميرا ما عدتهاش، لان كمان كويس لازم الحكم ما يبصش على الكره وهي فوق. انا مش بتكلم على دي خالص، لا مش باينه، مش باينه وليد، مش باين هو كده زقه. زقه في كره، هي ممكن تبان في الكره الاولانيه، ممكن تبقى، لا مش هتبان هنا برضو، هي في العاديه هتبان. بص هنا بقى، بص ما يخش، بص وليد يعمل ايه. صح، شفت الزقه دي على 18 هنا، هايل محمد برضو مركز على دي بره. كابتن سمير لا دي ما تعديش، لو لا خلي بالك اللي يجيبها دي في اولاد بره والحكم يقول لك العب. بس يا كابتن في كره زي دي العب فيها خطر، يعني اللي بره ما يعديش دي، لان الكره دي خطر، الكره بتطب في ال 18 تمام مع مهاجم مندفع. فلا طبعا دي كويس ان عينيه شافتها اصلا. تمام دي في بدايه الشوط الثاني. بعد كده في خطا هنا، خطا سهل طبعا معروف شايفه بصراحه. خلاص دي دفعه بسيطه بالايد، بس ما فيش دفعه بسيطه وجامده طالما انه وقع. خلاص طالما في احتكاك بنادى ثالث. تمام. فدي ما فيهاش، مش هنقف عندها كتير. تمام. خطا اتلعب وخلاص كملت. دي الحاله اللي بعد كده. ايوه طبعا هنا كان لازم يبقى في خطا على فريق ام بي. خطا على فريق ام بي، هو محمد ما حسبهاش طبعا. في دفع بالايد، في دفع بالايد وهو قصاد الجهاز بتاع نادي ام بي، كان لازم معروف يحسب الكره زي دي. تمام. اعتقد انه ما شافهاش كويس. تمام. هي الكره برضو، هو ممكن محمد وهو بيجري حد كان واقف قصاده اللعيب اعتقد طوبة، ممكن ما شافش ان هي فاول. هو يعني هو مش هيشوفها، لان محمد لو شافها خلي بالك متجه لبره. فاكيد محمد ممكن ما يكونش شاف الايدين بتاعت اللعيب. بس الحمد لله كلها يعني اخطاء مش مؤثره. دي صعبه قوي كانت. بص بقى احنا عاوزين نتفرج على الكره دي. انا شفتها. بص ده رقم 17. اداله انذار. شايف رجله فين يا كابتن؟ نشوفها تاني. بص رجل الانبي فوق. بص بص يعني الكور دي بتبقى من اخطر الكور، بتاثر على مستقبل اللعيب لعيب الكوره. فعشان كده الاتحاد الدولي اما قسم الاخطاء قسمها اهمال، ما فيهاش، مش بتدي انذار، بتكلمه بالظبط. وبعد كده راح على التهور، لازم يبقى في انذار. وبعد كده قال استخدام قوه زايده. القوه الزايده فيها حاجه واحده بس يا كابتن ميدو، كارت الاحمر. هو الكارت الاحمر، لان هو بيحمي اللعيب، مش هتكلم اللعيب المهوب، لا بيحمي اللعيب عامه. الكره دي جامده جامده يعني، دي ممكن يعني ترتقي جدا منها. يعني هي ممكن ترتقي يعني ايه للكارت الاحمر. الكارت الاحمر بس هي في نقطه لو اتفرجنا عليها هتلاقي في الرجل بتاعه اللعيب الاولاني واخده، يعني هي لو رايحه لرجله مباشره كارت احمر. هي رايحه رجله اهي، بس في زاويه ثانيه. بص يا كابتن لما نشوفها كده، بص هي رايحه على رجل، يبقى دي كارت احمر. هي رايحه على رجل، كارت احمر للاسف. كارت احمر. هي كمان دي قريبه جدا، هي دي باين يعني، يعني هو في لطشه كوره، هي في يعني هو لطش انكر رجله من بره. بص هو يعني ده لعيب بيبقى يعني من وجهه نظري انا، دي استخدام قوه زايده. استخدام قوه زايده، وجهه نظري دي استخدام قوه زايده. ممكن محمد يكون شايفها بحاجه ثانيه، بس محمد لو شافها. لا كمان يا كابتن عشان نبقى برضو احنا يعني حياديين جدا، هو لمس الكوره، ما انا بقول لك فيها لطشه، فيها لطشه كوره، ما فيها يعني لطشه على الكوره، راح ما فيها لطشه هي. انما ما انا بقول لك كابتن يدي، لو الرجل دي رايحه مباشره على الرجل لازم كارت احمر، هيطرد. انما هنا في احتكاك كوره بسيط، في تهور، وبعد كده دخل عليها على تهور بالظبط. يعني دي يعني من وجهه نظري تبقى اعلى درجات التهور. هي بعد كده ممكن توصل لاستخدام ايه، قوه زايده. تمام. دي اوف سايد. شوف التسلل طبعا. طبعا الكاميرا اللي تيجي ورا طلب هتلاقي فيه طبعا تميز من محمد بصراحه في الكره دي. اما نيجي نشوفها هي في خلاص تسلل. اللعيب اللي في النص ده لو الكره راحت له هيبقى يعاقب على موقفه التسلل. بص هو جري طبعا. تمام. رائع طبعا انه مركز فيها. تمام. الكور مش من الكور السهله على فكره اللي اتحسبت دي. دي اللي بعدها. ده خطا عادي اتحسب، ما فيهوش كارت. خلاص محمد برضو قريب، لان النهارده معظم الكور اللي حسبها محمد قريب، وعامل يعني زاويه لنفسه انه يعرف يشوف كويس. وطالما الحكم بيجري ولياقته البدنيه مساعده، ودي النهارده الحمد لله موجوده عند محمد، يبقى معظم قراراته ان لم يكن
100% من قراراته تبقى سليمه طالما هو بيجري صح وشايف صح. تمام. عشان بتبقى اسوء الحاجه للحكم اما ما يشوفش كوره ويلاقي خطا هو ما شافوش. تمام. بتبقى صعبه قوي على الحكم بيبقى حاسس ان في خطا بس ما شافوش. تمام. اخر حالاتنا اتفضل يا جماعه. اوكي. دي ما حسبهاش هي فاول ولا مش فاول بقى؟ احنا نشوفها بقى نشوفها. ماشي. نشوفها. هنا طبعا طبعا احسن حاجه الفير بلاي موجوده في الملاعب المصريه كلها. طبعا ده في كوره. طبعا ده هنا في خطا من اللعيب بتاع ام بي. هم جابوها لنا من زاويه قريبه متهيألي في زاويه اقرب. ملهاش. اوكي. انت قلت لي الماتش ده من غير اعداد. اه. بس هي هو خد الكوره كابتن سمير. مين؟ هو خد الكوره لعيب ام بي. ما بص مش شرط عشان خد كوره انت ما تحسبش فاول. يعني هو خد الكوره الاول وبعد كده حصل التحام. يعني بص يعني طالما بص يا كابتن عبد الحميد. بص يا كابتن بص. خد الكوره اهو. لا الاثنين في احتكاك فالاثنين احتكاك الاثنين خبطوا في بعض. تمام. بس احنا عاوزين نتفق على حاجه طالما ان ما فيش عندك صوره واضحه يبقى قرار الحكم هو الصح. تمام. يبقى معروف هنا هو قراره صح طالما انت ما عندكش حاجه واضحه تقدر تحكم عليها. حلو. انما بس كاجمالي طبعا طبعا الحكام الحمد لله نجح بالمباراه وطبعا وبشيد برده بحسام الجلاد. وسعيد حمزه عبد الفتاح عريش الحكم مساعد ما جاتلوش غير ثلاث كور وبرده اجت فيهم الحمد لله. يعني تدي المعروف كم من 10؟ لا طبعا عمل مباراه جيده جدا النهارده والحمد لله مع لياقته ومع الطقم اللي فيه لا توصل جيد جدا يعني. تمام. حالاتنا خلصت ما خلصت ويا رب كل الماتشات تخلص على خير ما بتبقاش فيها اخطاء تحكيم مؤثره. يعني يا كابتن بشكل عام بشكل عام الحكام فين من التحكيم العالمي؟ هقول لك دلوقتي بالنسبه للتحكيم العالمي احنا عندنا في جهات بيمثلنا في طاقم الحكام اللي المفروض رايح كاس العالم زي ما حضرتك عارف ان الاتحاد الدولي اختار 33 طقم حكام. تمام. على مستوى العالم عباره عن 6 من قاره افريقيا و6 من قاره اسيا و11 طقم من قاره اوروبا و8 من قاره امريكا الشماليه و3 من امريكا الجنوبيه. دول 33 طقم اضربهم في 3 يعني 99 حكم. جهاد من ضمنهم ومع الطقم بتاعه رضوان عشيق من المغرب ووليد من دوله السودان. الطقم ده هيتقسم 3 حاجات حكام رئيسيين وحكام فيديو وحكام احتياطيين. التقسيمه دي لسه ما اتعملتش واحنا نتمنى ان شاء الله الجهاد يبقى موجود من الحكام الاساسيين. تمام. يعني كابتن دايما بتنورني وبتشرفني وحالاتك التحكيميه. شكرا يا كابتن ميدو ده شرف ليا ودايما كده احنا كسبانين حبيبي. يعني قبل ما